Nigerian Mohamed Fleece, who was the class act there. Representing Algeria, Walid Badani. الجزائري عبد الملك لحلو سيتمكن من الفوز. توفيق مخلوف ذهب 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 ذهب. مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في عدد جديد، الثاني هو في حصة أبطال ديزاد. هذه المرة سنكون مع بطل جزائري آخر في رياضة الملاكمة، هذه المرة إنه محمد فليسي. الفن النبيل هي الرياضة التي كانت سباقة لحصد أولى الميداليات في تاريخ المشاركات الجزائرية خلال الألعاب الأولمبية عام 1984، وذلك بفضل التألق الكبير للثنائي مصطفى موسى ومحمد زاوي. كما تعد الملاكمة الرياضة الأكثر تتويجا خلال المشاركات الجزائرية في الأولمبياد بست ميداليات بعد ألعاب القوى بميداليتها التسع. وعرفت الملاكمة الكثير من الأبطال والنجوم الجزائريين، منهم من سطع بريقه في كل المحافل الدولية كمحمد علالو وبحاري أو الأيقونة الراحلة محمد سلطاني، والذين صعدوا لمنصة التتويجات في أكبر محفل رياضي وهو الألعاب الأولمبية. آخرهم كان البطل محمد علالو صيف 2000 بسيدني. لكن منذ ذلك التاريخ غابت الملاكمة عن منصات التتويج، وبقي القفاز الجزائري رهينة الصراعات وتصفية الحسابات، وغابت النتائج وتراجعت الجزائر، بينما قفزت دول أخرى في العالم وحصدت الأخضر واليابس. واحد من أولئك الأبطال الذين ثابروا ولا زالوا يثابرون لبلوغ مجدهم الأولمبي هو محمد فليسي ابن مدينة بومرداس. حاول مرتين في لندن 2012 وريو 2016 لكن دون جدوى. يقول المثل الفرنسي: لا توجد اثنتان دون ثالثة. لكن محمد فليسي الذي شرب من كؤوس الخيبات مرات عديدة وتشبع عبر مسيرته بخبرة كبيرة، يسعى اليوم لقلب هذه المقولة وبلوغ أولمبياد طوكيو 2020 لمعانقة المجد الأعظم بالنسبة لكل رياضي في المستوى العالي، ورفع علم الجزائر مجددا عاليا خفاقا فوق الجميع، معيدا بذلك المجد الضائع للملاكمة الجزائرية التي تعاني من الركود منذ آخر إنجاز أولمبي للبطل محمد علالو ذات يوم من صيف سيدن عام 2000 قبل 20 عاما. أولا محمد نشكرك على هذا الحوار. بداية، كيف تجري تحضيرات الموسم الجديد التي بدأت مؤخرا رفقة فريقك المجمع البترولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم خويا كمال. بوكي ما عشت معنا التحضيرات تاعنا في داخل القاعة، اللي كما نقول لك كنا مؤخرا عودتنا مع المنتخب الوطني، كنا رجعنا من بطولة العالم اللي كانت قامت في روسيا، اللي حقيقة الملاكمة الجزائرية خفقنا في البطولة العالمية لسبب عدة أسباب اللي هي التحكيم والإنسان نتفرغوا من هذه المشاكل. اللي كما قلت لك عندنا إن شاء الله دورة دولية للمؤهلة للألعاب الأولمبية، احنا هدف الواحد هو الدورة الدولية للألعاب الأولمبية. وكما قلت لك كما شفت خويا كمال التحضيرات تاعنا هي متواصلة. اليوم راني محضر مع المجمع البترولي اللي الحمد لله كما قلت لك أنا في ديبيت سيزون في بريباراسيون جينيرال، أنا كنت محضر الحمد لله، اليوم لازم عليا نكسر شويه التحضير تاعي باش نعاود ان شاء الله نطلقوا بقوه وجداره ان شاء الله، اللي الهدف الوحيد هو الدوره التاهيليه للالعاب الاولمبيه ان شاء الله. هل تحضير جيد رفقه المدربين خصوصا المدرب الاولمبي والعالمي محمد علالو؟ لا والله حقيقه اللي كما قلت لك انا الحمد لله اللي اليوم لما تنقلت المجمع البترولي حوالي 10 سنوات وانا في المجمع البترولي هذا، نحيي مدير
مجمع طولي السيد جعفر بالحوسين اللي وفر كل الامكانيات باش نحضر التحضيرات تاعي اللي قلت لك هدفي هو ميداليه اولمبيه ان شاء الله. لليوم انا كما قلت لك هاك شد التحضيرات تاعنا راهي متواصله مع المدربين محمد علالو ولا ياسين كوسيلي ولا دي تي اس سيد علي بوشويه اللي راهم كل يضحيوا وكل يعاون كل راهم يعاونوا فيا باش ان شاء الله انا هدفي هو التاهل للالعاب الاولمبيه. ومن بعد لما الانسان يتاهل راح تكون حاجه واحده اخرى. اللي كما قلت لك انا محمد علالو كان اخترته كنت تحدثت معاه اللي راه يعاون فيا اللي قال لي يعني انا شويه باش نعاونك باش ان شاء الله باش تكون كما نقول لك الخبره تاع محمد علالو ماذا به يمد لي الخبره تاعو. لان اليوم كما نقول لك الحمد لله عندي كل امكانيات وكل قدرات وكل الخبره. انا اليوم تنقصني شويه حيله تنقصني شويه خبره لماذا به كما قلت لك مع محمد علالو نحييوه اللي كان سبق اللي كان هو اخر ميداليه اولمبيه اللي يتمنى كل رياضي حلم المشاركه في الالعاب الاولمبيه وحلمه منصه التتويج في الالعاب الاولمبيه. انا حقيقه اللي كنت مع محمد علالو حضرت معه خرجت معه دي ستاج في الاترونجي درت معه دورات دوليه اللي انا يساعدني كثير محمد علالو لان استنجان يعرف كيما نقول لك يعرف الحيله تاع الملاكم ولا يعرف العقليه تاع الرياضي ولا يعرف كل حاجات اللي هو تقدر. انا ماشي نشكر فيه ولا حقيقه اللي هو سيريو يحب الرياضي يخدم يضحي مع الرياضي يوقف مع الرياضي يعاونه باش يحب الرياضي هذا باش ينجح. اللي نتمناه انا ان شاء الله اللي كنت قلت لك سبق باش ان شاء الله نوصل التحضيرات تاعي مع المدرب هذا اللي ان شاء الله اللي هو قلت لك حلمي هو منصه التتويج في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله. واخرا محمد فقدت اللقب الافريقي في البطوله الافريقيه التي جرت بالرباط المغربيه، ما هي ربما اسباب هذا التراجع؟ والله بكل صراحه صح خفقت في الالعاب الافريقيه الاخيره اللي كانت صارت في الرباط بالمغرب اللي تحصلت على المرتبه الثالثه على الميداليه البرونزيه. انا ما نقولكش ما رضيتش على الميداليه هذيك ولا لان اليوم البارح كنت كيما نقول لك عندي عده القاب افريقيه ماشي اليوم كيف فقدت اللقب الافريقي نقول اليوم خلاص ولا لا. احنا الحمد لله اللي انا متفائل وكيما نقول لك وعلى بالي واش عندي قدره تاعي وعلى بالي كيما نقول لك الامكانيات تاعي اللي انا ماشي ميداليه اولمبيه ماشي ميداليه افريقيه اللي اليوم ما جبتش ميداليه نقول انا اليوم لا. انا على بالي واش درت في افريقيا وعلى بالي واش راح ندير كيما نقول لك. انا اليوم ميداليه في الالعاب الافريقيه ماشي نهايه العالم ولا انا اليوم كيما نقول لك انا تفرغت منها قلت انا اليوم حقيقه الهدف تاعك اكبر من ميداليه هدف تاع اكبر من ميداليه افريقيه اللي كنت انا هدفي هو ميداليه في بطوله العالم مؤخرا اللي قلت لك في روسيا اللي كنت متفائل باش نقدر نحقق ميداليه عالميه. مالوزمو ما كتبش الله اللي كان قلت لك سوء التحكيم اللي كثير نتحدثوا على سوء التحكيم هذا اللي مؤخرا كانت الاتحاد الدولي كان دار انسيت اون ديريكت يتفرجوا كل النزالات على شبكه التواصل الاجتماعي اللي الناس شافوا بعينيهم باللي اليوم كي نقول لك كانوا بزاف الشعب ولا كان كل الناس ينتقدوا محمد فليسي علاش تخسر علاش هكذا. اليوم هم شافوا المنازله مع الملاكم كوبي ملاكم عالمي اللي عنده ثلاث القاب عالميه ملاكم لاباس به. لما تقول ملاكم كوبي كوبا مشهوره في الملاكمه هذه اللي عندها تاريخ في الملاكمه العالميه. اللي انا بكل صراحه تغلبت على الملاكم الكوبي هذا 5-0 اللي الحكم ما منحونيش الفوز اللي كان الحكم اللي كان فوق الحلبه كان مد انذارين للملاكم الكوبي بتشوف ملاكم كوبي ملاكم عالمي الحكم يعطيه انذارين. لما انت اليوم تشوف الملاكم يدي انذارين راح يكون خاسر بالنسبه كبيره. لما انتهى النزال مدوا الفوز للملاكم الكوبي 3-2 انا تفاجات بشي هذا مي قلت اليوم باللي برهنت ووريت باللي الشعب الجزائري باللي الملاكمين الجزائريين ولا محمد فليسي بينت لهم باللي اليوم شافوا بعينيهم باللي احنا قادرين كما يقول لك قادرين نديروا ميداليات عالميه ولا ميداليات اولمبيه كل ماشي سوء تاع التحكيم نقدروا نوصلوا اكثر ان شاء الله. صراحة ما هي أسباب تراجع الملاكمة الجزائرية في الآونة الأخيرة؟ هل
السبب ربما الأساسي هو الصراعات الداخلية الكثيرة اللي أدت إلى تراجع الملاكمة الجزائرية نتائج؟ لا، الصراعات بكل صراحة من 2015 الملاكمة الجزائرية حقيقة تراجعنا للوراء اللي كنت ما تخفلكش. في 2013 كانت الملاكمة الجزائرية حصلت 5 ميداليات في الألعاب البحر المتوسط، ميدالية عالمية اللي كنت حصلت عليها في 2018 اللي كانت الملاكمة الجزائرية بعد مرور 18 سنة ما صعدتش من وسط في بطولة العالم. الحمد لله قدرنا كما أقول لك بفضل الله، بفضل دعاء الوالدين، بفضل الشعب الجزائري، بفضل العمل الجبار اللي عملناه، بفضل المدربين كما أقول لك، بفضل الدولة الجزائرية اللي قدرنا نرجع الملاكمة الجزائرية كما أقول لك للواجهة. والحمد لله هذا تعب كبير كما أقول لك، وعمل وتعب كبير. مؤخرا هكشت الملاكمة الجزائرية كما قلت ترجعت الوراء اللي كانت مرت عدة صراعات على رأس الاتحادية الجزائرية للملاكمة، عدة مشاكل مر على 3 رؤساء اتحادية. هذه المشاكل والصراعات هي اللي خلت كما أقول لك الملاكمة الجزائرية ترجع الوراء، اللي كانت الصراعات اللي كان ولات كما يقول لك كل واحد يحوس نفسي، كل واحد يحوس كما يقول لك ماذا به يجي هو يجيب صاحبه معه. هذه هي اللي خلت الملاكمة الجزائرية ترجع الوراء. من ان شاء الله هنا كما قلت مؤخرا عاود رجع رئيس السابق اللي هو عبد المجيد نحاسية، اللي نتمناو ان شاء الله تعاود تولي الملاكمه ان شاء الله الواجهه، باش نعاودوا ان شاء الله نعاودوا كما نقول لك. هو هدفنا الوحيد هو تشريف الرايه الجزائريه، تشريف الملاكمه الجزائريه. In the red corner representing Algeria محمد فليسي. في 2017 كنت أطلقت صريحات، قلت بأن هناك أعضاء داخل الاتحادية ربما يعملون ضدك ويعملون ضد بعض الملاكمين، ألا زال أولئك الأشخاص يعملون في الخفاء ويحطمون رياضيين في عالم الملاكمة الجزائرية؟ لا والله العظيم رجعنا شوية الوراء. المشاكل اللي صارت مؤخرا اللي كنت نقولوا أعضاء اتحادية اليوم هني قلتها بكل صراحة، وما زال نزيد نقولها ونزيد نقولها، لأن اليوم ما كانش اللي راه يجي الاتحادية باش يخدمنا أنت للرياضة الجزائرية ولا أنت للملاكمة الجزائرية. هم يلتحقوا بالاتحادية باش يخدموا أنتيري بيرسونال ولا يخدموا الأنتيري مع صحبية، ماذا بيه كل واحد يجيب زميل تاعو، كل واحد يجيب صديق تاعو، كل واحد يجيب. هذه هي اللي خلات الملاكمة الجزائرية ترجع شوية لورا. وأنا ذاك اللي كنت أنا نتحدث كثير، كنت نهضر على حقوقي وعلى الحقوق تاعو اللي كان هذو الأعضاء الاتحادية يقول لك محمد فليسي واش يكون باش يهضر على الحاجية تاعو على المطالب تاعو. لأن ذاك الوقت أنا كنت تحدثت مع الوزير السابق الهادي الدعلي اللي كنت الحمد لله كنت أنا قلت لك سنة 2013 ميدالية عالمية، سنة 2015 ميدالية عالمية، ميداليتين عالميتين للملاكم الوحيد ولا الجزائري الوحيد اللي عنده ميداليتين في بطولة العالم، ومرتين أحسن رياضي جزائري. اللي طلبت الحقوق تاعي باش أنا نكون عندي مدرب شخصي، يكون عندي حقوق تاعي باش نقدر نوصل. اليوم هذو الأعضاء الاتحادية قال لك واش يكون محمد فليسي ولا باش يضموا دي الحقوق تاعو ولا باش يدير المدرب تاعو. هذا اللي ذاك الوقت أنا اليوم اللي مازال صار لي كنا الملاكمين احنا اليوم ما لكموش في البطوله الوطنيه، كنا دائما مع المنتخب الوطني، دائما في تربصات، دائما في تحضيرات، دائما في دورات دوليه. كاين ناس قال لك واش علاش محمد فليسي ولا الملاكمين هذو ما يلكموش في البطوله الوطنيه. انا قلت لكم حقيقه انا لما خرجت نائب بطل العالم جيت لكمت في البطوله الوطنيه، علاش ماذا بهم باش جيت لكم في البطوله الوطنيه باش يخسروك باش ينتقدوك هك تعرف الاعضاء هذو. انا اليوم انا لما اليوم نهضر الحقيقه ما يحبوش الحقيقه. انا اليوم لما قلت اليوم كاين اعضاء هذو جايين يخدموا في الاتحاديه انتي لي بيرسونال، يخدموا مصلحه كما نقول لك المصلحه الشخصيه ماشي المصلحه العامه ولا الرياضه. علاش هذيك اللي ينتقدوا محمد فليسي قال لك ماذا بيا كلقاو اني نحيوني
لان اليوم انا نتكلم ونهضر ونواجه علاش ما يحبوش. حنا اليوم على بالك شي هذا ما يحبوش لما اليوم الرياضي يهضر الحقيقه ولا يبين المشاكل ولا يبين واش راه صار في الملاكمه الجزائريه. ماذا بهم كل قوى انا ينحيوني. انا الحمد لله انا اليوم كيما قلت لك فضل التدريبات اليوم نحضر الحمد لله شويه. ما نقولكش انا سيريو ولا عندي حبست ولا لا، انا اليوم نحضر فرحه تامه مع المجمع البترولي نوطي صباح وعشيه. اليوم عندي كيما نقول لك عندي برنامج خاص نحضر به وقت الراحه راحه وقت التدريب الحمد لله قدرت نحافظ على اللياقه تاعي البدنيه. اليوم دخلت مؤخرا دخلت شاركت في البطوله الوطنيه ربحت كل الملاكمين هذو باش الناس ما يزيدوش يهضروا يقول لك محمد فليسي لا لا لا, لا علاش ما يلاكمش علاش ما يديرش. هؤلاء الاشخاص مازالهم داخل مازال اليوم في الاتحاد ديالك شفت واش راهي صار يا المشاكل تاع والصراعات اللي هي صار من 2015 حتى 2019 هاك شوف حوالي 4 سنوات راهي الاتحاديه الجزائريه مرت على عده مشاكل. كل واحد ماذا بهم ينحيوا كيما يقول لك المشاكل هذه اللي هي خرت الملاكمه الجزائريه ترجع وراء. ماذا بهم يجيو هما علاش احنا برهنت بواحد النقطه اليوم الاعضاء هذو حابين يولوا هما رئيس اتحاديه. انت لما تجي عضو في الاتحاديه ماذا بك تتشاور نشوفوا الحل الايجابي ولا الحل السلبي اللي يتعاملوا عليه جماعه باش تمدوا حاجه اون بليس للرياضه هذه ولا تجيبوا حاجه اون بليس للملاكمين ولا للرياضيين هذو. اليوم ما كانش اللي راه يجي يخدم في الاتحاديه باش يجيب حاجه اون بليس ولا يجيب يعاون الرياضيين ولا يوقف مع الملاكمين هذو. اليوم اللي قلت لك راهم يجيو باش يخدموا المصلحه الشخصيه. اليوم هو صراع من اجل المنصب، صراع من اجل المنصب. هاني قلت لك اليوم عضو الاتحاديه يولي رئيس اتحاديه، وين صارت هذه؟ تشوف اليوم حنا اليوم باسكو اليوم كيما نقول لك الاتحاديه ولا تمهمل، فهمت؟ ولا تمهمل اللي جاء ولا هبا ودبا يجي يخدم في الاتحاديه. اليوم كنت صرحتها وقلت مؤخرا لازم اليوم وزاره الشباب والرياضه ولا المسؤولين عن الرياضه الجزائريه بصفه عامه ولا حتى الدوله الجزائريه لازم دير قوانين دير اجراءات قانونيه اللي اليوم الاعضاء الاتحاديه هذو ولا رئيس الاتحاديه يكون عنده مستوى. كما اليوم باش تكون رئيس دوله لازم تكون عندك مستوى، اليوم كذلك باش تكون رئيس اتحاديه ولا تكون اعضاء في الاتحاديه لازم يكون عندك مستوى من الناحيه الدراسيه ولا مستوى في الرياضه، لازم تكون جازت عليك الله 3 ديليت كما يقول لك رياضي نخبه باش تكون عضو الاتحاد اللي تعرف اليوم مشاكل تاع الملاكمين ولا مشاكل تاع الرياضيين اللي راهم يعانيهم داخليا وخارجيا. ممتاز. الان اليوم محمد انت الحلول اللي راك تشوفها مثلا باش تخرج الملاكمه من هذا النفق المظلم ما هي الحلول؟ يقول لك يجي رئيس دوله جديد ان شاء الله باش يشوفوا المشاكل هذه تاع الرياضه بصفه عامه ولا الملاكمه بصفه خاصه ليحلوا المشاكل هذه باش تعاودوا نرفضوا قيمه الرياضه الجزائريه بصفه عامه والملاكمه الجزائريه بصفه خاصه. لما اليوم تتحدث نتحدثوا على الرياضه عامه ونتحدثوا على الملاكمه. اليوم حنا نتمناوا ان شاء الله قلت لك نتمنوا ان شاء الله باش تعاود ان اليوم يقول لك العقل السليم في الجسم السليم. اليوم مؤخرا سمعنا تصريحات رئيس الدوله تركيا اللي كان قال لك انا اليوم نمد كل اموال للتربيه وللرياضه. راك تشوف وين راهي ينفستي في التعليم وينفستي في الرياضه. ان اليوم الرياضه هي اللي راح تجيب لنا حاجه ايجابيه للجزائر والرياضه الجزائريه. اليوم انت في عضو من اعضاء المكتب الفيدرالي في اللجنه الاولمبيه الجزائريه، هكذا ما هو دورك بالتحديد في داخل هذا؟ هو الحمد لله اللي كنت انا في 2016 كنت انتخبت عضو في
اجل الرياضيين والزملاء اللي كانوا صوتوا عليا باش اليوم راني عضو في اللجنه وشابه لا حتى راني عضو في اللجنه الاولمبيه الجزائريه. ما نقولكش هذا كيما نقول لك تشريف ولا سي تكليف كيما نقول لك لان احنا نتمنوا ان شاء الله باش كاين بعض النقاط اللي نقدر نلحقهم للجنه الاولمبيه الجزائريه اللي نقدر نتحدث مع رئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه مع اعضاء الاتحاديه اللي نبرروا بعض النقاط ولا بعض الخصوصيات اللي يخصوا بالرياضه بصفه عامه ولا الملاكمه الجزائريه بصفه خاصه. لليوم رئيس اللجنه الاولمبيه لما تروح لعنده الحمد لله راه يستقبل الانسان، نتحدثوا على بعض المشاكل نوري له كما نقول لك المشاكل تاع الرياضه بصفه عامه ولا الخصوص تاع الرياضه بصفه عامه. احنا هذا سي كما نقول لك الهدف الوحيد هو احنا كما نقول لك سي نعملوا الرياضه بصفه عامه. إذن محمد في الآونة الأخيرة شفنا بأن هناك صراع ما بين اللجنة الأولمبية والوزارة، هل هذا الصراع جاء في الوقت المناسب؟ هل يخدم الرياضة الجزائرية؟ هل يخدم الملاكمة؟ هل يخدمك أنت كرياضي في المستوى العالي؟ لا والله كما نقول لك حقيقة مؤخرا ناقشت وزير الشباب والرياضة تقول لك ما كان حتى صراع بين الوزارة ولا بين اللجنة الأولمبية، وكذلك رئيس اللجنة الأولمبية سيد مصطفى برافي نحييه ونشكره اللي كنت اليوم كنت تحدثت مع عدة مشاكل، اللي كذلك هو يقول لك أنا اليوم ما كانش بيني صراع وبين الوزير، اللي كاين اختلافات اللي ناقشتنا مؤخرا على شبكة التواصل الاجتماعي الوزير من ولا أعضاء اللجنة الأولمبية من، اللي احنا نتمناو إن شاء الله باش قلت لك أبواب قليلة أيام قليلة على الالعاب الاولمبيه. احنا نتمنوا ان شاء الله نتفادوا كل هذه المشاكل ولا كل هذه الصراعات باش نعملوا ونعملوا كيما نقول لك المصلحه الواحده اللي هي الرياضه بصفه عامه، ولا كيما نقول لك الهدف هو الوحيد هو تشريف الجزائر وتشريف الرياضه الجزائريه. اللي نتمنوا قلت لك نتمنوا ان شاء الله نتفادوا كل هذه الصراعات اللي راهي صايه بين وزاره الشباب والرياضه ولا اللجنه الاولمبيه. انا اليوم الهدف الوحيد هي اللي راح تخسر الرياضه كما قلت لك، احنا خسروا الرياضه على ابواب قليل ايام قليله على الالعاب الاولمبيه. صحيح. ومحمد من المستفيد من هذا الصراع؟ هل الرياضي مستفيد من صراع مثل هذا؟ لا حقيقه انه احنا كاين بزاف اللي يقول لك ماذا بكم انتم لي زاتليت ايفيتيو المشاكل هذه ولا ما تدخلوش روحكم في الصراعات ولا صح ماذا بينا ما ندخلوش احنا في الصراعات هذه لما بصح لما اليوم تكون رياضي ذو مستوى عالي ولا رياضي نخبه. لان اليوم انا حقيقه لتحيه وتقدير للجنه الاولمبيه الجزائريه اللي يقول لك راهي توفر لكل امكانيات لكل حاجات باش نحضر، قال لك احنا هنا عندك لابورس تاعك مدوا لابورس لعده رياضيين كاين حوالي 10 رياضيين ولا اللي راهي اللجنه الأولمبية هي اللي هي مكتفلة بالرياضيين هذو حتى الألعاب الأولمبية باش تشوف بلي اليوم اللجنة الأولمبية كذلك راهي تسهر وراهي تضحي باش تعمل الرياضة بصفة عامة وتعمر كما نقول لك تدعم الرياضيين وتعاون الرياضيين في التحضيرات تاعهم ولا في المشاكل تاعهم ولا في كما نقول لك المشاكل الشخصية ولا مشاكل الداخلية ولا مشاكل حتى عائلية. اليوم اللجنة الأولمبية راهي تسهر وراهي تعمل وتعاون الرياضيين باش الرياضيين هذو يكونوا في ان شاء الله كيما نقول لك يحضروا فرحة تامة. حقيقة اللي مؤخرا اليوم هذه الصراعات اللي كانت وزارة الشباب والرياضة ماذا بي كيما نقول لك قال لك بلي اللجنة الأولمبية ماشي من حقها تتدخل في التحضيرات الرياضيين هذو. حقيقة لأن اليوم أنا قلت لك كون ماشي اللجنة الأولمبية راهي أنا واحد كرياضي وكاين عدة رياضيين كاين اللجنة الأولمبية اللي هي متكفلة بالمصاريف تاعهم مصاريف التحضيرات دوليا باش تشوف بلي دائما اللجنة الأولمبية تسهر وتعمل في تطوير الرياضة الجزائرية. محمد شفنا باللي الكثير من الرياضيين في المستوى العالي على غير المخلوفي مثلا يقول لك بأنه اللجنة الأولمبية دعمتني، بعض الرياضيين الآخرين يقول لك أن الوزارة هي اللي دعمتني، هل ربما الوزارة أو في الرياضيين في المستوى العالي لازم يدعموا الوزارة ولا لازم يدعموا اللجنة الأولمبية ولا لازم يدعموا الرياض اللجنة الأولمبية والوزارة كذلك؟ لا لا حقيقة أنا كنت سبق وكنت تحدثت مع وزير الشباب والرياضة السابق الهادي وليد علي ولا حتى محمد حطاب ولا حتى مدير العام للشباب وزارة الشباب والرياضة سيد بختي ولا هذا السيد اللي راس الحالي
الراه الحالي اللي اليوم حق كل رياضي جزائري، رياضي ذو مستوى عالي، رياضي نخبه. لما احنا ما عندناش عده رياضيين كما نقول لك رياضيين عالميين ولا رياضيين ذو مستوى عالي، كاين حوالي 5 ولا 10 رياضيين اللي عندهم المستوى العالمي ولا المستوى العالي اللي قدروا كما نقول لك نقدروا نفيستيو فيهم، نقدروا نطمعوا فيهم باش يجيبوا لنا ميداليات عالميه ولا ميداليات اولمبيه. اللي احنا عندنا الحق كما نقول لك الدولة الجزائرية عندنا الحق تاعنا لما تقول رياضي نخبة، رياضي النخبة عنده الحق تاعه باش يدير مدرب شخصي، يدير مدرب شخصي، يدير مدلك تاعه، يدير طبيب معاه اللي يقدر يحضر كما نقول لك اليوم يقدر يحضر عنده بورس، يقدر هذه لابورس هذه من وزارة الشباب والرياضة يقدر يحضر بها. كاين عدة رياضيين كما نقول لك عدة رياضيين على غيرهم ما نقولوش توفيق مخلوفي، توفيق مخلوفي نحيوه ونهنئوه الفوز هذا انه راه بطل اولمبي، ولكن كما نقول لك اليوم احنا ما عندناش قلت لك كثير رياضيين ابار توفيق مخلوفي، ما عندناش كثير. كاين توفيق مخلوفي، كاين بيداني وليد، كاين فليسي محمد، كاين نقولوا في كل تخصص كاين رياضي ولا اثنين ولا ثلاثة رياضيين، هذو اللي يقدرون قلت لك نقدرون نفيستيو بهم. عندنا الحق باش تكون وزارة الشباب والرياضة تعطينا الدعم الكافي، ما نقولوش وزارة الشباب والرياضة ماهيش تعطينا الدعم ولا ماهيش الدعم فينا ولا انا اليوم كاين رياضيين لازم تعطيهم حقهم، تعطيهم لابورس تاعهم كما نقول لك تعطيه لابورس اللي يقدر هذا الرياضي هذا ذو مستوى عالي يقدر يدير مدرب شخصي، يقدر يروح يحضر معاه كما نقول لك، يقدر يروح دورة دولية، يقدر يروح ستاج معاه وبريباراسيون، يقدر هذا هو هذه هي المشاكل اللي يقدر نقولوا رياضي ذو مستوى عالي رياضي نخبة لازم نحطوه في راحة تامة، نخلوه يحضر وغدوة إن شاء الله هل يخفق ولا ما يجيبناش نقدروا نحاسبوه نقدروا نتواصلوا معاه. هذا هو الشيء اللي قلت لك كنت مؤخرا كنت تحدثت مع وزير الشباب والرياضة في المشاكل هذه اللي كنت قلت له السيد الوزير أنا ماذا بي يكون عندي بورس من وزارة الشباب والرياضة، أنا اليوم اللجنة الأولمبية هاي دارت لي بورس تاعي، أنا اليوم اللابورس تاعي ما تكفيش من اللجنة الأولمبية، ما عادش نقول لك راح تعطيني أموال كثيرة اللي نقدر، ما عادش تعطي لي في جيبي أنا أموال هذه، راح تعطيني أموال تاع الفندق ولا أموال تاع كيما نقول لك تاع ستاج اللي باش نحضر به، ما راحش تعطي لي أموال ولا كثيرة نقدر نتعامل بالأموال هذه، أنا ما نتعامل حتى بأموال. اللجنة الأولمبية راح يكون عندها كل وثائق رسمية تاع الحجز تاع الفندق ولا تاع ستاج ولا تاع كل شيء اللي قلت لك لا حقيقة هم موقفة معايا، ماذا بيا تكون وزارة الشباب والرياضة تعطي لي لابورس تاعي اللي نقدر نحضر بها الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو إن شاء الله. انت محمد ما عندك لا مشكل لا مع الوزاره لا مع اللجنه الاولمبيه؟ لا انا اليوم ما نقولكش انا عندنا مشاكل احنا الرياضيين اللي هي وزاره الشباب والرياضه هي المسؤوله الاولى على الرياضه الجزائريه بصفه عامه، واللجنه الاولمبيه كذلك انا قلتها وراني نزيد نعاولها، اللجنه الاولمبيه كذلك هي كذلك مسؤوله على الرياضيين ولا على الرياضه الجزائريه بصفه عامه. لان اليوم قلت لك اللجنه الاولمبيه راهي قالت لك رانا هنا عندك لابورس تاعك تبريباري وين تحب، فباش تشوف بلي هذا دعم وتحفيز من رئيس اللجنه الاولمبيه ولا اعضاء اللجنه الاولمبيه اللي قال لك احنا هنا باش نعطوك الامكانيات تحضر فراحه تامه. من اليوم انا ما نقدرش نحضر بالدعم تاع اللجنه الاولمبيه، علاش ما نقدرش نحضر؟ نقول لك علاش ما نقدرش نحضر، لان اليوم الاتحاديه الجزائريه ما حبش تدير لي مدرب شخصي نقدر نحضر معاه. وعندي الحقوق وعندي حقي باش نقدر ندير المجابس مدرب تاعي شخصي، نقدر نحضر معاه، نقدر نروح كيما نقول لك نوصل تحضيرات معاه حتى الالعاب الاولمبيه. اليوم انا قلت لك ما نقولكش ما عنديش صراع مع وزاره الشباب والرياضه، اللي قلت لك كنت مؤخرا تحدثت مع الوزير اللي كنت قلت له انا واش السيد الوزير انا ماذا بيا تعطي لي بورس تاعي باش نقدر نحضر بها نقدر ندير مدرب شخصي على اطار قانون. لا ما نقدرش انا ندير بالهضره ندير المدرب تاعي مدرب تاعي وروح نحضر، لا انا ماذا بيا ندير المدرب تاعي على اطار قانون من وزاره الشباب والرياضه، فهمت؟
طيب اليوم وزير الشباب والرياضه ولا المدير العام لوزاره الشباب والرياضه كيما نقول لك كاين 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 تنسيق بين الاتحاديه. ما نقدرش انا نصوتي الاتحاديه. انا اليوم مؤخرا كان وزير الشباب والرياضه راه خذا واحد النقطه قال لك محمد فليسي اليوم جاو هضروا لي فيك. راك تشوف وين 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 ولات. انا اليوم اللي وين ولا واحد توج عذرسته يروح عند وزير الشباب والرياضه، يروح عند وزير الشباب والرياضه يتحدث في فلان ولا يهضر في فلان ولا. انا اليوم محمد فليسي ما يقدر حتى واحد يفاصي محمد فليسي. فهمت؟ محمد فليسي عندي تاريخ في الرياضه الجزائريه وعندي تاريخ في الملاكمه الجزائريه، ما يسع حتى واحد يقدر يفاصي محمد فليسي. انا اليوم الحمد لله صح ما يقول لك بفضل الدعم تاع الدوله الجزائريه، بفضل الدعم تاع الدوله الجزائريه اللي قدرت نوصل لهذه النتيجه. مانيش نقول لك انا الدوله الجزائريه ما وقفتش معايا ولا ما عطتنيش ولا لا، انا ما نكرتش هذا الشيء. الحمد لله الدوله الجزائريه وقفت معنا وعطتنا الدعم اللي قدرنا نوصلوا للمستوى هذا، اللي قدرنا نوصلوا للمستوى العالمي ولا المستوى الاولمبي. ما تخفلكش راني قلت لك مرتين ميداليتين في بطولات العالم، مرتين احسن رياضي، وشاركت مرتين في الالعاب الاولمبيه اللي كنت مؤخرا مرتبه خمسه في الالعاب الاولمبيه. انا نقول من المنبر هذا نقول يا سيد الوزير شباب ورياضه، انت اليوم راك من عائلة الرياضة وراك تعرف الرياضة بصفة عامة، وراك كيما نقول لك راك سهرت وتعرف الرياضي النخبة منين يعاني ولا رياضي ذو المستوى عليه، واش رياضي واش يسحق. فهمت؟ رياضي واش يسحق. انا رياضي اليوم لما توفر له التحضير وتوفر له، احنا اليوم ماشي التحضير لما تحضر في الجزائر، احنا اليوم رياضيين ولا ملاكمين ذو مستوى عالي، ماذا بينا نتحكم مع الملاكمين ذو المستوى عالي. احنا ملاكمين ذو المستوى عالي ماشي هنا في الجزائر، الملاكمين هذو راح يقولوا خارج الوطن. لازم علاش قلت لك خارج الوطن؟ انا اليوم ما نقعدش نستنى ليكيب، ليكيب حوالي كاين نقولوا 10 ملاكمين ولا 15 ملاكم، ما نقدروش نقارنوا محمد فليسي مع ملاكم جديد ولا. اليوم انا قلت، اليوم انا قلت لك اخر العاب اولمبيه، انا راح تكون اخر العاب اولمبي، اخر مشاركه في الالعاب الاولمبيه. ما نقولكش انا اليوم مديت واش قدرت، مديت سنه حوالي 10 سنوات مديت للرياضه الملاكمه الجزائريه واش قدرت نمد، وضحيت كما نقول لك ضحيت دم ونفس من اجل الرايه الجزائريه ومن اجل الجزائر ولا من اجل الملاكمه الجزائريه. اليوم انا اليوم انا اللي نقولها اليوم الوزارة الشباب والرياضة ما نقولكش راهي كيما نقول لك ما نقولكش راهي مخسرة في حقي ولا، لأن اليوم ما تحسبليش على النتائج اللي درتهم. أنا اليوم النتائج اللي درتهم ولا تقول اليوم النتائج اللي درتهم نائب بطل العالم ولا ميدالية برونزية في بطولة العالم ولا بطل إفريقيا، أنا اليوم كل الرياضيين لما يديروا نتائج راح يدوا كفاءة، كفاءة من وزارة الشباب والرياضة، لأن الكفاءة هذه دارتها الدولة الجزائرية. أنا اليوم الدولة الجزائرية اللي هي تسهر كما نقول لك، هي اللي تسهر وهي اللي راهي تعمل باش توقف مع الرياضيين هذو. علاش توقف مع الرياضيين هذو؟ الرياضيين هذو اللي راح يكونوا سفراء، راح يكونوا سفراء الجزائر. كما نقول لك راهم يشرفوا الرايه الجزائريه، راهم يشرفوا مليون ونص شهيد، فهمت؟ راهم يشرفوا دم الشهداء. احنا اليوم مانيش نقول لك احنا مانيش نديو دراهم ولا مانيش، احنا الحمد لله قلت لك الدوله الجزائريه راهي موقفه مع الرياضيين لما الرياضي يدير نتائج ايجابيه. بصح اليوم الرياضي ما يديرش نتائج ايجابيه ما يكونش عنده كفاءه من وزاره الشباب والرياضه، هذه باش قبلك ما تعرفهاش. احنا اليوم الرياضي لما يدير ميداليه في البطولات الافريقيه ولا في بطولات العالم راح يكون عنده كفاءه من وزاره الشباب والرياضه. هذا شيء ما كيما نقول لك هذا شيء مفروغ منه، لان اليوم حق الرياضي. انا اليوم مؤخرا سيد الوزير ولا يقارن الرياضه بصفه عامه بين كره القدم ولا الرياضه الفرديه، ما تقدرش تقارن الرياضه الفرديه مع الرياضه الجماعيه ولا الرياضه الفرديه مع كره القدم. انا اليوم كره القدم ربي يزيد لهم على كل حال، ما نحسدوهمش ولا هكا على بالك هكا سبق وتعاملت مع الرياضيين مع الجوار مع الجوار تاع كره القدم اللي احنا الملاكمين العالميين ما نتقاضاوش حتى واش يتقاضى كيما يقول لك ما يتقاضاش حتى واش يتقاضى لاعب في شهر واحد. مي احنا تفرغنا من الشيء هذا، احنا قلنا اليوم احنا اليوم حق الرياضي ذو مستوى عالي باش اليوم واش قلت لك تنفيستي في الرياضي هذا، وغدوه استنى من غدوه استنى منه ميداليه اولمبيه ولا ميداليه عالميه. انا اليوم ميداليه عالميه ولا ميداليه اولمبيه ماشي ارواح وجيبها، ما راهيش حاجه سهله ولا ما همش يصدقوا فيها ولا ماشي ما همش يمدوا فيها. لازم اليوم الرياضي هذا يضحي، فهمت؟ راح يكون تضحيه كبيره باش تكون ميداليه اولمبيه ولا ميداليه افريقيه ولا حتى ميداليه عربيه. ما هي علاقتك برئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه مصطفى بيراف؟ الحمد لله كما قلت لك العلاقه بيني وبين
رئيس اللجنة الأولمبية، أنا كل احترام وتقدير ليه، لأن وراه رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية، عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، بتشوف كل 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 شخص يحترم يحترمه، كل شخص يقدره، لأن عندنا الحمد لله اليوم عندنا كيما نقول لك واحد يعمل الرياضة الجزائرية اللي راه يمد للرياضة الجزائرية، راه يصر ويتعب باش كيما نقول لك الرياضة الجزائرية تكون وقفة في الألعاب الأولمبية. اللي الحمد لله أنا اليوم كيما نقول لك أنا أحترمه لأنه راه في عوض أبي، وهو كذلك يحترمني، بتشوف لأن اليوم يعرف إمكانياته ويعرف قدراته، لأنه يحترمني كرياضي ذو مستوى عالي، كرياضي بطل، كرياضي خلوق، اللي أنا نحييه وكيما نقول لك كل احترام والتقدير له. وسيد عمار براهمية؟ لا، السيد كما نقول لك سيد عمار براهمية اللي هو عضو في في اللجنة الأولمبية الجزائرية ومدرب سابق في رياضة ألعاب القوى، اللي أنا كذلك سيد عمار براهمية نحترمه ونقدره، لأن كثير هضرت عليه اللي صرات بعض الصراعات على كي هضرت عليه. أنا حقيقة عمار براهمية اللي كنت قلت ومازال نقولها ونزيد نقولها اليوم وغدو، اليوم الحق الإنسان يقوله، أما اليوم عمار براهمية اللي كان وقف معايا، كان تحدث ذاك أنا ذاك مع سيد رئيس اتحادية السابق اللي كان محمد راوراوة اللي نحييوه، ولا سيد عضو كان عضو في اتحادية الجزائر لكرة القدم اللي هو عبد الجاهد زفزاف اللي نحييوه بالمنبر هذا، اللي كان هو رئيس المدير العام لشركة وطنية، اللي كان الحمد لله كان السيد عمار براهمية كان سبق وتحدث مع هذا المسؤولين، اللي كان اليوم هذا المسؤولين وقفوا معايا وضحوا معايا اللي باش اليوم أنا الحمد لله قلت لك راني اليوم خدام في موظف في شركة وطنية، اللي نحيو كل هذه عمال الشركة هذه ولا كل مسؤولين تاع الشركة هذه لشركة فريغوميديت اللي راهم واقفين معايا، اللي كما نقول لك احنا مديرين فيا كل ثقة، اليوم راني نعمل في الرياضة، اللي نحييهم ونشكرهم على الثقة اللي داروها فيا باش اليوم كذلك اليوم راني نعمل، وكذلك راني نصلي ان كذلك الشركة هذه كذلك راهي تضحي في التحضيرات تاعي ولا راهي تضحي في كما نقول لك في الامكانيات اللي باش ان شاء الله نقعد دائما نحضر فرحة تامة اللي هدفي هو تحضيرات الألعاب الأولمبية ان شاء الله. الآن نمر إلى وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف بن رناوي، هل العلاقة تاعك مع وزير الشباب والرياضة جيدة أم هناك ربما بعض الحساسيات إن صح التعبير؟ كما أقول لك هو كان رئيس اللجنة رئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة، كنت سبق وتحدثت معه عدة مرات، ولا اللي أنا نحترمه كأن اليوم راه كما أقول لك هو المسؤول الأول على الرياضة الجزائرية بصفة عامة، اللي مؤخرا حقيقة راح سامح شوية في حقنا، لأن اليوم لما تقول ملاك محمد فليسي، لان انا اليوم الحمد لله اني ملاك عالمي كما اقول لك، انا ماريش كما اقول لك محتاج كما اقول لك اشهار ولا محتاج كما اقول لك معرفه، ولا انا الحمد لله كل واحد يحترمني ولا كل واحد يقدرني، انا اليوم كرياضي ذو مستوى عالي ولا كرياضي عالمي. اللي اليوم وزير الشباب والرياضه السيد رؤوف برناوي اليوم حقيقه كاين ناس راهم يجوا عنده، ناس راهم يكذبوا عليه، ناس كما نقول لك الناس رامي يكذبوا عليه، رامي يدلوا ان اليوم محمد فليسينا اليوم انا بالنسبه لي راني حاسها بلي انا اليوم سيد وزير الشباب والرياضه كارتاني كما نقول لك كارتاني اغوش، علاش ما بليش انا اليوم
مؤخرا كنت كل عام كل معروض في بمناسبه اندلاع الثوره 1 نوفمبر في قصر الشعب، ان اليوم كان رياضي ذو مستوى عالي كرياضي عالمي. اليوم كما نقول لك كان سبق ترأس وزير الشباب والرياضه على وزاره الشباب والرياضه، اليوم لحاني كما نقول لك اليوم جاب رياضيين اخرى، الرياضيين هذو راهم زملائنا وخاوتنا كما نقول لك، كل رياضي عنده الحق باش يكون. اليوم احنا ماذا بينا كما نقول لك رياضي ذو مستوى عالي، ماذا بينا نكونوا في المحافل هذه الدوليه اللي كما نقول لك الدوله الجزائريه تقيم 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 بالرياضيين هذو، تقيم بالرياضيين ذو مستوى عالي، تقيم بالرياضيين. لما اليوم تقول رياضي بطل عالمي ولا رياضي بطل اولمبي، استدير الانسان بكل افتخار وتقدير للرياضي هذا. احنا ماذا بينا اليوم كما نقول لك السيد الوزير الشباب والرياضه ماذا بينا يعاود يشوف كما نقول لك يشوف 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 فينا يشوف المشاكل هذه اللي راهي صريحه. احنا ماذا بينا اليوم كما نقول لك اليوم وزاره الشباب والرياضه هي المسؤوله الاولى على الرياضه، ماذا بينا اليوم السيد الوزير تتفائل وتشوف باللي راك غلط في حقنا كرياضيين ذو مستوى عالي ولا كرياضيين كما نقول لك نخبه، رياضيين نخبه. ماذا بك ان شاء الله احنا كما نقول لك احنا اليوم ماذا بك اليوم تخدم الرياضه كما نقول لك تخدم الرياضه بصفه عامه، ما ندخلوش الرياضه في السياسه ولا الرياضه في المشاكل. انا اليوم الرياضي ماذا بك يبعد عن المشاكل ولا يبعد على الصراعات اللي يخليه يحضر فرحه تامه. ما يكونش ربما بعض الاشخاص شوهوا صوره محمد فليسي عند الوزير؟ لا انا قلتها حقيقه، لان اليوم نعرف واش عندي ونعرف واش القدرات عندي. انا اليوم قلت لك انا اليوم راني هنا باش نشرف بلادي، انا ماشي من الناس اللي يقول لك انا لقيت في الاجانب باش نروح للخارج ولا لقيت اماكن باش الناس الدول عيطوا لي ولا. انا اليوم الحمد لله اليوم انا اخترت بلادي وكما نقول لك ونعيش في بلادي ونضحي على اجل بلادي. انا اليوم ضحينا ومازال نزيدوا نضحيوا من اجل الرايه هذه اللي قلت لك. اليوم انا الناس كاين الناس هذو اللي رام كيما نقول لك انا قلتها ونزيد نعاودها، اللي توجعوا ودرستوا يروح عند وزير الشباب والرياضه لان كان سبق وتحدثت معاه. انا ماذا بيك سيد الوزير اليوم كيما نقول لك حقيقه تشوف ان اليوم راك وزير وراك مسؤول عن الرياضه، تشوف السلبيات والايجابيات اللي يخصوا الرياضي بصفه عامه. الآن محمد ربما الحدث الأهم هو أولمبياد طوكيو 2020، لحد الآن ما زال ما تأهلش لأنه تأهيلية ستكون في شهر فيفريو أعتقد في السنغال إن شاء الله. هل ترى بأنك هذه المرة إن شاء الله قادر أنك تروح للألعاب الأولمبية وإن شاء الله ربما اللقب الوحيد اللي يخصك هو الميدالية الأولمبية؟ هل ترى اولا بانك قادر تروح ودير نتائج ان شاء الله طيبه للجزائر؟ والله نقولها لك بكل صراحه، بالك ما صرحتهاش مليون من صراحه. انا اليوم وكما لقيتش رجال كما نقول لك الرجال اللي راهم في على راسها رئيس اللجنه الاولمبيه السيد مصطفى براف اللي كنت سبق وتحدثت معه، وكان ما لقيتش اللجنه الاولمبيه كما نقول لك راهي هنا وراهي واقفه معايا، والله العظيم غير اليوم نعتزل الملاكمه الجزائريه. أنا اليوم أنا ضحيت كما أقول لك ضحيت دم نفس من أجل الملاكمة، وكما أقول لك اليوم إحنا علاش رانا في الملاكمة؟ ما راناش جينا بروفيتي ولا أنا قادر اللي يكون حبس. الحمد لله كما أقول لك الحمد لله درت تاريخ في الرياضة الجزائرية وعندي عدة ألقاب. اليوم أنا نقولها ونزيد نعاودها، أنا اليوم آخر أنا نقولها راح تكون إلا كتب ربي وكملت في المشوار التحضيري تاعي إن شاء الله راح تكون آخر ألعاب أولمبية. وراح يكون اخر مشواري في الرياضه الجزائريه ان شاء الله. هل ربما كثره العراقيل وكثره المشاكل اللي خلاتك تقرر انك توقف الان في 2020؟ كما اقول لك حقيقه كثره العراقيل وكثره المشاكل وهي اللي خلاتنا ان اليوم ولو كل واحد ولو ينتقدوا الرياضيين بصفه عامه ولا الملاكمين بصفه خاصه، انا اليوم كما اقول لك انا ماذا بيا نخلي اسمي نقي، فهمت؟ ماذا بيا انسان يخلي اسمه اليوم نائب بطل العالم ولا بطل عالمي ولا بطل اولمبي، انسان يخلي اسمه ذا مستوى عالي. احنا اليوم قلت لك نتمنى ونتفادى كل المشاكل، الا كتب ربي وشاركت في الدوره الدوليه الالعاب الاولمبيه راح نكون كما نقول لك وكتب ربي وتاهلت راح تكون اخر مشاركه تاعي في الالعاب الاولمبيه. انا اليوم من اجل اللجنه الاولمبيه، انا اليوم اللجنه الاولمبيه اللي هي واقفه معايا اللي قالت لك راني هنا باش تحضر وتوصل التحضيرات تاعك، كون ماشي اللجنه الاولمبيه راهي واقفه معايا راح تكون كما نقول لك والله العظيم راح اعتزل الملاكمه الجزائريه. يعني بالعاميه كرهت كرهت وكرهوني ان اليوم ما كاش ناس وما كاش رجال اللي راهم يعاونوا
باش نعاود نرفد القيمه تاعي ولا نعاود نرفد كيما نقول لك القيمه تاعي اللي نقدر نحضر فرحه تامه ولا نقدر نوصل التحضيرات تاعي للالعاب الاولمبيه. ما كاش رجال فهمت، كاين ناس راهم يخدموا المصلحه الشخصيه ولا المصلحه العامه، ماهمش يصلحوا المصلحه. يقول تاو نزيد نقولها انا اليوم بالك هذا الكلام راح يضر بزاف ناس. انا اليوم انا راني كيما نقول لك قادر على كلامي فهمت، اليوم ندري راسي يطير قادر، بغاو ينحيوني ينحيوني، بغا الوزير يسسبونديني يسسبونديني، واش حبوا يديروا خليه يديروا. انا اليوم راني قادر على كلامي وراني واثق واش راني نهضر فهمت. انا اليوم راني هنا كتب ربي وشاركت راح تكون اخر العاب، ما كتبش ربي وشاركت راح تكون كيما نقول لك اخر مش اخر 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 مشواري في اخر 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 مشواري وراح نعتزل الملاكمه الجزائريه. انا اليوم قلت لك وكان ماشي كرئيس اللجنه الاولمبيه قال لي راني هنا نوقف معاك ونعاونك باش تحضر وتواصل التحضيرات تاعك الالعاب الاولمبيه. والله العظيم والله ما نزيد ناخذ ما نزيد ندير كره في الصاله فهمت، ونحيي ونشكروا كذلك رئيس المجمع البترولي السيد جعفر بحوسين كذلك اللي هو كذلك راه يسهر وراه يواقف معايا. قال لي محمد فليسي حضر ووصل تحضيراتك انا راني هنا نعاونك بالشيء اللي قدرنا ماديا معنويا حاجه اللي قدرنا راني هنا نعاونك باش تحضر وتواصل تحضيرات تاعك، لان اليوم هذوما اللي راهم واقفين معايا اللي ما نقدرش انا ما نقدرش كيما نقول لك نقطع لهم رحمه ربي ما نقدرش. انا اليوم هما انا لما تسمع رئيس اللجنه الاولمبيه ولا اقول لك انا داير فيك ثقه وراني قادر وعلى بالي وش عندك اللي تقدر دير نتيجه ايجابيه. كل ماشي والله هذا الشيء اللي حفزك واللي يوقف معاك. انا اليوم ما لقيتش حتى تحفيز فهمت، ما لقيت حتى تحفيز ما يجيبوا لك تحفيزات ماديه ولا. اليوم لما تكون كلام حلو لما تسمع من مسؤول عن الرياضه ولا الناس يعطيك كلام في المستوى اللي تقدر يكون يقول يطلع لك المورال اللي تقدر تحضر. انا اليوم راني قاعد ديموراليزي فهمت، مؤخرا ما دخلتش تربص اللي كان صرا في شلف حقيقة كنت تعبت كثير والله حتى مرض تعبت ذهنيا تعبت. لأن اليوم محمد فليسي دائما هو اللي صارع دائما هو اللي يضحي دائما هو اللي يسعى. علاش الشيء هذا لما اليوم كون محمد فليسي تحطوا في كيما نقول لك في المعقول تحطوا يحضر تحطوا تحفظوا جيدة ما دي خويا نحاسبوا نهار ما يديرش نتيجة إيجابية نحاسبوا. من اليوم حنا رانا نخدموا مهمل فهمت، اليوم رانا نخدموا مهمل ما كانش لا يخدم باش نخدموا رانا نخدموا مهمل. انا اليوم راني قلت لك راني واضح على كلامي وراني نهضر كيما نقول لك ما نحبش نخسر الكلام ولا نقول هاك ولا هاك. انا اليوم راني واثق على حبوا نخدم اللهم بارك، ما حبوش نخدم الله يسهل عليهم والسلام عليكم. اذا محمد حوار كان شيق، ربما كلمه اخيره تختم بها الحوار. شكرا خويا كمال، نشكر قناه الهداف على كيما نقول لك على المبادره هذه. والله العظيم هاك شفت واش هضرت كثير لان اليوم ما نقولكش كلبي راه معمر ولا، لان اليوم ضريت كثير. لان اليوم من نهار وليت بطل كثروا المشاكل. انا نقولها ونزيد نقولها ما بقاش كثير، راح نخليها لكم ونروح، هذا واش نقولها لك فهمت. محمد فليسي بطل جزائري وبطل افريقي وطبعا صاحب الميداليات العديده، ان شاء الله يكون في المونديال او في الالعاب الاولمبيه سنه 2020 الميداليه الاخيره لما لا يختم بها مشواره الحافل. مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا الى نهايه العدد الثاني من حصه ابطال ديزاد، نلتقي معكم ان شاء الله في عدد جديد وبطل جديد ان شاء الله. محمد شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا خويا. Representing Algeria, Walid Fadani. Al-Jazairi, Abd al-Malik, Lahlou, سيتمكن من الفوز. Tawfiq Makhlouf, the
ذهب 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 ذهب.